واش التجاره العاديه حبسات عمرها غتحبس، وانا كنهضر لك على التجاره الذكيه. باش تريزيستي وتحقق شي حاجه مزيانه خصك العزله، خصك تخوي راسك من الحي الشعبي. راه كنعرف بزاف ديال الناس عندهم الكثير من العلم وما دايرين به والو، في حين ان كاينين الناس عندهم القليل من العلم وكيطبقوه ودايرين به بزاف الحوايج. اللي كيبقى ينظر بزاف ما كيدير والو. غتلاح وغتعلم تعوم. انا غيرت حياتي بالايكوميرس، في المرضى ديالي ديال الكونسير شفت بزاف ديال الحقاره البشريه، شفت بزاف ديال الناس كنت دايرهم هنا وما داروني لتحت. هذا واحد المقاتل كيسولني على شي حاجه اللي عانيت معاها صراحه. السلام عليكم يا معشر المقاتلين، غبرت عليكم ولكن جا الوقيته فين غنديروا الفقره ديال شنو؟ نسولوا المقاتل. اليوم نبلوها. واحد المقاتل كيسولنا واش الايكوم مازال خدام اخويا؟ هاد السؤال الاخوان بزاف كيجي، واش الايكوم خدام؟ كانك كتحس بواحد الانسان خواف. خويا اللي كيدير البيزنس ما كيخافش، خصك تغامر، خصك تقاتل باش نطمئنك. واش التجاره العاديه حبسات؟ عمرها غتحبس، وانا كنهضر لك على التجاره الذكيه باستعمال وسائل اذكى من هذاك التاجر العادي. يعني انت فرضا هذاك التاجر العادي ولا عيان عنده التجاره وميته، انت غتكون بيع وشراء، لان انت بالتجاره الالكترونيه كتقدر توصل لواحد عدد كبير ديال الناس وانت غير قدام البيسي ديالك، لذلك توكل على الله وما تخافش. هذا مقاتل واحد اخر كيسولنا، الادس ولا غالي ومبيعات متوسطه، اشنو الحل في نظري؟ الحل في نظري هو انك تانجيكتي بزاف ديال لي كرياتيف. بمعنى الا كان هذاك لو برودوي ديالك وينر كان كيجيب لك مبيعات، يا اما تحرق يا اما عليه منافسه، يا اما انت ما انجيكتيتيش بزاف ديال لي كرياتيف. سو كيفي خاصك ضروري تدخل تصاور جداد، تدخل فيديوهات جداد باش كتعاود تعطيه واحد الشعله وحده اخرى يعاود يجيب لك مبيعات. لان في هذه الفتره الاخرى فيسبوك ولا كيطالبك انك تانجيكتي بزاف ديال الفيديوهات، ماشي بحال شحال هذه كان فيديو واحد كنبيعوا به مده طويله. اذا النصيحه ديالي ليك هو انك انجيكتي بزاف ديال لي فيديو، زرع لي كرياتيف. خويا شي مهاره مزيانه نقدر نتعلم؟ كاين بزاف ديال المهارات حاليا، ولكن انا كنفضل احسن وحده واللي هي تعلم فن البيع. كل ما يتعلق بالبيع والتسويق فيه الفلوس. هذا واحد المقاتل واحد اخر كيسولنا، كيف تمكن نفسك من الصمود وسط حي شعبي ويكون لك نفس طويل في البيزنس؟ اخوك المقاتل من الجزائر. تحياتي لخوتي الجزائريين. شوف اخويا، باش تصمد وسط واحد المحيط اللي صعيب في حي شعبي، انا راه 32 عام وانا عايش في حي شعبي، يعني ما كنعاودش لك شي حاجه من السماء، انا خارج من الادغال، ديال الاحياء الشعبيه، وما كنتش من هذاك النوع اللي كيطلب من الشرجم، كنت تنشارك في الاحداث، يعني اسمع مني مزيان، لاصق. باش تريزيستي وتحقق شي حاجه مزيانه خصك العزله، خصك تخوي راسك من الحي الشعبي، لان الحي الشعبي فيه شي حوايج اللي كيخليوك تشغل راسك بالخاوي. ركز في داكشي اللي كدير، حاول ما امكن دائره العلاقات ديالك تكون صغيره واختفي، بقى تزرع بقى تزرع بقى تزرع. بمجرد ما يولي المدخول ديالك عالي خوي الحي الشعبي ما خدامش لي. وتذكر دائما انك عمرك غتبرى في نفس البيئه اللي مرضتي فيها. ترى لي في راسك. سؤال واحد اخر قال لك اسيدي باش تنصحني نبدا بالسي او دي لوكال ولا في الخارج؟ انا كنصح الدراري دائما انهم اللي كانوا بادين يبدا. قال لك اسيدي باش تنصحني نبدا بالسي او دي لوكال ولا في الخارج؟ انا كنصح الدراري دائما انهم اللي كانوا بادين يبداو بالسي او دي في المغرب. علاش؟ حيت في السي او دي في المغرب كتبيع لواحد الناس اللي عندهم نفس الثقافه ديالك، كتفهمهم شنو كيبغيو، كتعرف تكومينيكي معاهم، والسيركوي ديال التجاره كله بين يديك وقدام، كلشي كيمشي قدام، فكتعلم الحرفه ديال بصح. نهار ان شاء الله الرحمن الرحيم تضبط هادشي اللي في المغرب وتولي كتعرف تبيع باستعمال فيسبوك باستعمال يوتيوب، ديك الساعه فاش تبغي تسكيلي عندك دو زوبسيون، يا اما كنسكيليو بلي برودوي يا اما كنسكيليو بلي مارشي. ديك الساعه عز انت اللي بغيتي، سير للخليج، سير لافريك، سير لوروب، سوقك هذاك، ولكن راك مشيتي وانت حرايفي وجر معاك واحد الفريق ديال العمل. قال لك اسيدي واش كتنصحني بالتعلم الدقيق قبل الخروج لارض الميدان ولا نتعلم غير شويه ونطبق مع العلم ان عندي راس مال ديال 4000 درهم؟ انا عارف ان هذا راس المال ديالك هو اللي خلاك خايف وبغيتي زعما دير داك انك تحاول ما امكن تعرف جميع المعلومات باش فاش تخرج هذيك 4000 درهم تقدك ودير لافي. خطا، ماشي هكا كيمشي البيزنس. شوف البيزنس يكون عندك 1000 درهم في جيبك وكيكون عندك واحد ليسبري ديال انك باغي تجرب، راه خصك تخرج لارض المعركه. راه كنعرف بزاف ديال الناس عندهم الكثير من العلم وما دايرين به والو، في حين ان كاينين الناس عندهم القليل من العلم وكيطبقوه ودايرين به
بزاف الحوايج. وخير دليل على ذلك راه كتلقى استاذ جامعي كيقري البيزنس هو ما عنده حتى شي شريكه. اذا كنظن هنا عرفتي ان العلم بوحده غير كافي، بل خاصك تعلم وتطبق. الانسان الواعر هو اللي كيكون الانسان الواعر هو اللي كيكون كيتعلم وكيطبق، هذا كيكون واعر لانه بالزربه كيهبط الارض الواقع. وهذيك ال 4000 درهم اللي انت خايف عليها ما تخافش عليها، تيستي تيستي مشات لك هذيك ال 4000 درهم، سير تقاتل خدم في شي بلاصه وعاود جمع راس المال وعاود تيستي، لان راه ماشي بالضروره غتصدق لك من النهار الاول. ما ديرش على راسك الضغط، راه الا ضغطتي على راسك غتفشل. هذا واحد المقاتل كيسولني على شي حاجه اللي عانيت معها صراحه، كيفاش قطعتي التدخين ووقتاش؟ واش مورا عمليه ولا قبل الصوم الطبي؟ وربي يحفظك ويوفقك المقاتل. الوغ بالنسبه للتدخين، انا انسان كنت مدخن، انا راه ضربت شي 10 سنين ديال التدخين، فيها شيشه وفيها كارو وفيها بزاف ديال الحوايج. صعيب التدخين باش تحيدو، ركز معايا مزيان. انا راه قطعت التدخين قبل ما نمشي لسلطنه عمان وقبل ما نديتيكتي انني عندي كونسير، تقريبا قطعته بواحد الشهر، عاد من موراها بان انني عندي كونسير. اقدار الله. ولكن اجي نقول لك كي كنت قدرت نقنع راسي باش انني قطع الكارو قبل ما نعرف انني مريض. بكل بساطه، اول حاجه بدلت المحيط اللي انا كنت تنقطع، اول حاجه بدلت المحيط اللي انا كنت تنكمي فيه والصحاب وكل شيء بدلته، درت فط مشيت لسلطنه عمان، ومشيت بواحد العقليه ديال انني كنزرع لداخل ديالي ان هذا الكارو هو السبب انني ضعافيت، هو السبب انني صحتي ولات عيانه، هو السبب في اي حاجه سيئه في حياتي. يعني وليت تنفكر لداخل ديالي بواحد الطريقه اللي كتخليني نقنع راسي ان الكارو غيقتلني، وكنفكر كذلك بايجابيه فاش غنقطع الكارو وغنتنفخ. وهذه القضيه هذه راه جد فعاله في انك تقطع البلي او اي عاده سيئه، هي انك كتقرن هذيك العاده الخايبه بالالم. يعني ديما تفكر انها خايبه وغتاديك وغدير الكونسير، هذا هو الحوار اللي كل داخل ديالك. وعاوتاني من الجهه الاخرى كتفكر كتقول انا نهار نقطع الكارو غنولي صحتي مزيانه، غنرجع جيبي غيعمر ليا، ما نبقاش نخسر الفلوس، ما غنتصابش بالسرطان. غتبقى تهضر بهذه الايجابيه مع راسك، فالدماغ ديالك كيقتنع ان ديك الحاجه خايبه وكيولي يبعد منها. عكس الا كنتي كتهندس في دماغك انني انا غنمشي للقهوه وغنحط واحد نورمال وغنها، عكس الا كنتي كتهندس في دماغك انني انا غنمشي للقهوه وغنحط واحد نورمال وغنشعل واحد الكارو، هنا راه قرنتي هذيك العاده مع واحد الاحساس ديال الفرح فعمرك غتحيد. خلاصه، بغيتي تحيد عاده سيئه قرنها مع الالم، بغيتي تحيد العاده السيئه كذلك قرنها مع السعاده. يعني قول انني انا لا قطعتها غنولي بخير. شنو نوع الوظيفه اللي تناسب البنات اكثر؟ صراحه بزاف ديال الوظائف كيناسبوا البنات، ولكن انا كنشوف البنات واعرين في البيع. انا صراحه السونتر دابيل كامل البنات، بنات واعرين في البيع، البنت كتقدر تقنع بواحد الشكل خطير جدا. واش ممكن تغير حياتك من اي كوميرس؟ واش عنده مستقبل كبير بزاف؟ معلومه اخويا، انا غيرت حياتي بالاي كوميرس، انا غيرت حياتي بالاي كوميرس، خرجت من الوظيفه واتجهت للتجاره الالكترونيه. معلوم ممكن تغير حياتك، وماشي غير حياتك، حياتك وحياه الناس اللي دايرين بك كاملين. لكن ما تسرعش، ضربتي 16 عام باش شديتي الباك، جيتي تسرعش، ضربتي 16 عام باش شديتي الباك، جيتي للاي كوميرس باغي تنجح بالزربه، ما كايناش. اللي كيروج لك النجاح بسرعه راه كيكذب عليك، خاصك الصبر، خاصك الاصرار، خاصك تستحمل المحاولات الفاشله، عاد غتاكل ديك الغله ديال انها غتغير لك حياتك. لذلك ركز في انك تزرع ومن بعد غيبان لك الحصاد. قال لك سيدي واحد المقاتل، الا قديت ستور مزيان وطلقت الادس ب 300 درهم، برودوي مزيان وادس زوين، شحال يقدر يجيب لي ديال البايرز؟ اولا هذه العقليه ما تتعجبنيش، ما بقيتش اخوان تبقاو تنظروا من بعيد، كيجلس بنادم كيبقى يجبد ورقه وستيلو، الا درت 300 درهم غتجيب لي كذا. شوف اللي كيبقى ينظر بزاف ما كيدير والو، غتلاح غتلاح وغتعلم تعوم. بمعنى صافي عندك 300 درهم، عزل شي برودوي تيستي، مشات سير تقاتل عاوتاني، دبر فلوس وحده اخرى عاوتاني، جي تيستي برودوي وحده اخر. هاد الطريقه هي الوحيده اللي غتخليك حرايفي وغتشوف نتائج. ولكن الا كترجع للور كتبغي دير فيها مزق وكتقول كي ندير نصور اكبر قدر ممكن ديال الفلوس باقل مبلغ ممكن، فراه كتكذب على راسك وكتعيش في واحد الوهم. الوهم والله يا اخي كنستافد منك بزاف، والله يشهد، كنحس بحال لك تزادني واحد الجرعه ديال الامل. واصل جزاك الله خيرا، انت في الطريق، بارك الله فيك. هذا هو الغرض، الغرض هو اننا نعطيكم واحد الجرعه ديال الامل والتفاؤل باش اننا نزيدوا لقدام، ويبقى هذا الشيء واحد الصدقه جاريه ما بعد موت. ما تنساوش دعوا لي دعاء الخير ليا والوالدية، الله يجازيكم بخير. هذا واحد المقاتل باغي يولي مقاتل ديار بصح، قال لك كيفيه انشاء عقليه المحارب. شوف المحارب كيبان في ارض المعركه، فالحاجه اللي غترجع منك محارب هما المواقف، لذلك قذف بنفسك نحو المواقف، غير قبل ما تلاح اعقلها. بمعنى انت حاجه كاع اللي كتخاف منها حاول ما امكن انك تمشي
تمشي تواجهها بعقل، ما تمشيش بنفسك للتهلوكة، وفي نفس الوقت ما تخافش من كل شيء، حاول ما امكن انك تبدا تجرب راسك. هذوك المواقف اللي غيتعرضوا عليك في حياتك غتعرف انت شكون. فرضا كانت شخصيتك ضعيفه ما تخافش، خدم عليها راه غتولي محارب مع الوقت. انا اللي كنهضر معاك راه بزاف ديال لي زيكسبيريونس باش تولي عندي هذا الكاركتير هذا، وخا معاك راه بزاف ديال لي زيكسبيريونس باش تولي عندي هذا الكاركتير هذا، وخصوصا بزاف ديال التجارب في ارض المعركه، لان بزاف ديال الناس في السوشيال ميديا غير كيهضروا ما مدوز حتى شي حاجه في ارض الواقع للاسف. خويا المقاتل كنحس باللي عندي واحد الطاقه لداخل رهيبه، ولكن لحد الساعه ما عرفتش فاش نصرفها، يعني المهاره اللي ممكن نخدم فيها. شوف اخويا، اول حاجه برافو عليك حيت عندك واحد الطاقه، راه هذيك الطاقه هي اكثر حاجه ممكن تكون سبب في نجاحك. غي حاجه وحده، حاول ما امكن انك تبدا تجرب بزاف ديال الحوايج، بمعنى جرب راسك في الايكوميرس، شوف راسك كيجاك داكشي، جرب راسك مثلا في مهاره ديال الفيديو ايديتين، جرب راسك في الديزاين، جرب راسك في الديفلوبمون، بقى تجرب شي حوايج اللي يشعلوا ديك الشراره ديال انك تولي مدمن على داك المجال، حيت ضروري هذيك الطاقه خاصك فين تصرفها، خاصك دير لها واحد الانبوب اللي تدوز منه باش من بعد تاكل الغله ديالها. اما غير الطاقه بوحدها وشعلفك العافيه غترجع لك من بعد يفقص. واش داير براند ولا خدام على سلعه عاديه؟ انا ما كنخدمش على سلعه عاديه، انا عندي براند. واش داير براند ولا خدام على سلعه عاديه؟ انا ما كنخدمش على سلعه عاديه، انا عندي براندات ديالي كنركز على المنتجات محليه الصنع. كاينين ها ديال التعاونيات الاخوان، كاين بزاف ما يدار في المنتجات محليه الصنع. فكر غير بعقلك شويه، فين ما مشيتي، مشيتي عند النجار لقيتيه فنان، غتلقاه كيصاوب شي برودويات الحماق غتبيعو تشري بهم بالايكوميرس. مشيتي للتعاونيات ديال الكوزميتيك غتلقى برودويات الخيال العلمي. مشيتي لعند صحاب الصباط يصاوبوا لك دي زارتيكل كيخلعوا. الطريقه ديال التسويق هي اللي كتفرق ما بين انسان وانسان، لذلك انا البيزنس ديالي كامل مركز على براندات مغربيه 100%. هذا السي اسماعيل كيسولني قال لي واش درنا في الايفنت، واش درنا انت؟ ان شاء الله الرحمن الرحيم باقي نديروا شي حاجه كتخلع اخي اسماعيل، نديروا شي ايفينمون نشعلوا في بنادم العافيه، خليني من الدراري نوضوا والعافيه، الا ما كانش العافيه غتشعل في ليفينمون ما كاين والو. اسكو فو موتيف بور ريكومونسي ا زيرو سي فو طومبي اي فو غاتي فوتر بي؟ انا صراحه اللي كيشعل فيا العافيه لداخل ديالي وكيخليني واخا نطيح 1000 مره نعاود ما كاين والو. اسكو فو موتيف بور ريكومونسي ا زيرو سي فو طومبي اي فو غاتي فوتر بي؟ انا صراحه اللي كيشعل فيا العافيه لداخل ديالي وكيخليني واخا نطيح 1000 مره نعاود نوض هو الحقاره ديال البشر اللي شفتو في حياتي. انا راه تخدلت من بزاف ديال الاصدقاء في حياتي وحق الله، في المرضى ديالي ديال الكونسير شفت بزاف ديال الحقاره البشريه، شفت بزاف ديال الناس كنت دايرهم هنا هما داروني لتحت، في لحظه تخلاو عليا كانني وليت خشبه، وليت يقولوا نور الدين غايموت، مسكين باقي صغير وغايموت. فهاد الشيء كيشعل فيا العافيه لداخل ديالي. انا اللي كيشعل فيا العافيه لداخل ديالي هما اساتذه قريت عندهم واحد الوقت اللي كنت فيه طائش، عوض ما يشدوا بيدي ويقولوا لي لا الطريق اللي غادي فيها خايبه، كانوا كيقولوا لباده ما تصلح ليه شي حرفه، سير سير عتقو دير ليه شي حرفه، راه ما يقرا ما يدير حتى لعبه. بحال هادشي اللي كيبقى يخليني والله لا استسلمت واخا يبقى فيا عرق واحد، شديني لزيمبابوي غنجيب روحي. وكما يقول المثل لا يجعلك عظيما سوى الم عظيم. الى هنا تنتهي حلقه اليوم، نشوفكم ان شاء الله الرحمن الرحيم مره اخرى عاوتاني في نسولوا المقاتل. تهلاو ليا في راسكم، السلام عليكم.